من أجل إيصال كمية الغاز للمواطن رغم ما كلف ذلك. كنحيي الإخوان اللي حضروا معنا اللي كيمثلوا الجمعيات، وكنتأسفوا كذلك لعدم الحضور ديال رئيس الجمعية الوطنية اللي ما حضر شيء، وهذه كانت مناسبة واللي غادي نحاولوا من خلالها نوحدوا الصفوف ديال الجمعية ديال جميع الجمعيات، لأنه المشاكل كثيرة ولكن همنا واحد، والهم هو ديال جميع الموزعين اللي اليوم كفى من التطاحنات، كفى من الأشياء اللي ما كتخدمش المصلحة ديال المهنة. اللقاء التواصلي اللي بغينا من خلاله نخرجوا بخلاصات، لانه في جميع الاحوال ان هذا مشكل كبير، هي مشاكل كثيره، ولكن حاليا اللي طغى على الساحه هو المشكل الكبير اللي ديال المحروقات اللي ارتفعوا بشكل غريب وبشكل كثير، اللي كيفوت 3-4 المرات لو طريف اللي كان معمول به سابقا، واللي بالموازاه مع ذلك الهامش الربحي ديال الموزعين الغاز ما تغيرش لازيد من 20 سنه، وهذا اثر بشكل كثير على الموزع، ورغم ذلك الموزع بقى متشبت باش يوصل ذاك القنينه ديال الغاز للمواطن، لانه تيعرف القيمه ديال القنينه الا ما وصلتش للمواطن شنو هي العواقب ديالها، وكذلك حتى التكلفه الا كان المواطن غيمشي لي ديبو ديال شحال غتكلفوا هذه القنينه ديال الغاز، هذه كلها اشياء حاولنا نتجنبوها باش تمشي الاشياء في ظروف حسنه، الا انه مع كامل الاسف الجهات المسؤوله او على القطاع ولا السلطات المعنيه لحد الساعه ما بذلوا حتى شي مجهود باش يمكن لهم يكونوا بجانب المهنه. ملي كتشوف انه كان دعم المهنيين ديال النقل، في حين ان هادو المهنيين اللي تيوصلوا القنينه ديال الغاز واللي تيقوموا بواحد ثلاثه ديال المهام كمستودعين وكموزعين ديال القنينات الغاز ما تعطات لهم حتى شي التفاته من اجل التغلب على التكلفه ديال هذه القنينه، واللي ما يمكن لهمش مستقبلا يستمروا في هذا الشيء، لانه غيمشيو الى الافلاس بمعنى الكلمه، انهم سينسحبون من المهنه، وهذا ما ليس بايجابي لا بالنسبه للمواطنين ولا بالنسبه للمهنه، وكذلك بالنسبه للعمال اللي كيشتغلوا في هذا القطاع اللي اقل موزع عنده 30-40 ديال اليد العامله. الظروف هذو كما تعلموا بان ماده الغاز هي ماده مقننه ومدعمه صدق المقاصة، يعني ماده يصعب التحكم في الثمن ديالها، يعني الثمن ديالها مقنن في الدوله، وفي ظل هذه الرهانات هذو ارتأى النقابه تجتمع مع الموزعين بعد نقاش مستفيد مع السلطات ومع الوزاره المهنيه لايجاد حلول لهذا عن طريق الدعم اللي كانت اقترحته الدوله، ودابا كنشوف هاد الاكراهات هذا اليوم على باش ان شاء الله نحاولوا نخرجوا بشي قرار اللي يكون مناسب لجميع الجمعيات وفي صالح جميع الموزعين والمستودعين. جات باقي ما كملناش الاجتماع، ولكن ان شاء الله كيكون المخرجات اللي غترضي الموزعين ككل، وجو بونس ما غاديش نديروا البرد في فرن الدوله، حنا محاربه سي احمد، الا درنا شي حاجه اللي غتقيس بلادنا راه حتى حنا نتقاسوا، ولكن عاوتاني تخليني باش نتقاس غير بوحدي نموت غير انا بوحدي ما يمكنش. سي احمد كاين مواطنين اللي كيتسائلوا على الكميه اللي كتكون الغاز في البوطه نقصت. الكميه ديال الغاز القرعه كيكون فيها 12 كيلو ديال الغاز و12 كيلو ديال الحديد. نعم. وفي لي سونتر دو ريبليساج كيتعمر داكشي اوتوماتيكوم، الا خصها غير 100 غرام كدوز ما كطيحش، هادشي المواطن غير 12 كيلو فيها، هذا ما بدون